أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق، ذلك من الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة أن تجرى في 4 سبتمبر المقبل. وجاء الحكم في ضوء الدعاوى المقدمة من أحد المحامين والذي طالب فيها باستبعاد عاشور والزيات بدعوى مخالفتهما شروط الترشح المقررة ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات.